يعني يؤسفني اني اسرع اللقاء، واللقاء اصلا كان تحت الهواء جدا ممتع مع الشيخ حاتم. يا مرحبا. الله يسعدك ويبارك فيك يا رب وسلمك. صالح هو اكبر ابنائك؟ نعم الحمد لله. الله يحفظه ويبارك فيه. اي والله. وعنده اخوان ما شاء الله تبارك الله. في ما شاء الله اخوه فؤاد ما شاء الله بعده بسنه ما شاء الله. ما شاء الله. كيف صالح في البيت؟ ما شاء الله الحمد لله. مزعج؟ والله لا ما مر من فضل الله ابدا. هادي جاي ما هو في البرنامج معنا. اي والله الحمد لله واكثر باذن الله. يسمع الكلام اموره طيبه الحمد لله. الحمد اذا لله اذا سافرت تحط على قولهم كيف راسك وانت مرتاح؟ مسؤوليه اكيد اكيد ما شاء الله الحمد لله تاسس وتنشا على هذا الشيء الحمد لله. الله يفرحك فيه ويبلغك ما تبغى. امين. جزاك الله جميع خير مشاركين. طيب جزاك الله خير. كيف شفت مشاركه صالح في البرنامج؟ والله شرف كبير. توقعت انه يوصل الى النهائي؟ والله الحمد لله اكيد كنت متوقع من البدايه أكيد انه حيأدي. اكيد لانه كانت عنده الهمه والشجاعه والحمد لله. في لحظه كذا خفت قلت ها بقوه المنافسين اللي معاه قلت يمكن ما يداقش على قولها الغربيه؟ والله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله عليه صالح يعني من فضل الله مدرسينه ما شاء الله يثنوا عليه كثير دائما يعني باخلاقه بحفظه بادائه. كيف كان الجو وانتم تتابعوا الحلقات في البيت في المدينة؟ والله تأثير قوي جدا جدا تأثير قوي الحمد لله. كيف لأنه شيء فرح لي أنه يكون من حفظ كتاب الله وأنه يعمل إن شاء الله بهذا الكتاب بحول الله. أنتم من الأسر الكارهين للمقدم ولا المحبين له صراحة؟ لا كيف أبى الله عليك الحمد لله كيف حبيب وعلى اسمك حبيب عبد الله حبيب الله يكرمك. أنا غاب المشاهدين يقول هذا يجي يسأل الضيوف عشان يرفعوه. الله يسعدك. لأنه كثير لا ما سمعته اللي يقولوا أخي هذا المذيع وهذا لا بارك يعني الله فيك الله يكرمك وما شاء الله عليك أبدعت وبارك الله فيك يا حبيب أحسنت. بس الله صالح يمكن عنده رأي ثاني في ناس يكرهون؟ لا لا أبدا أبدا والله كلهم عبوك الفضل الكمال لله ثم لكم بارك الله فيكم. صالح في مرة من المرات جاي يقرأ في البرنامج وكان معرق وحالته حالة الله أكبر وخايف. ليش صالح؟ معناته ما هو هيبة المكان؟ هيبة المكان وهيبة المسابقة. أيوة كيف ما شاء الله هذا جوابي بيواجه. أشوف دحين جوابك بيواجه ما شاء الله كمان ما شاء الله عليهم شيوخ ومشايخ. صحيح الله يحفظهم يا رب لنا. طيب خلينا نشوف اللجنة طبعا المشايخ الفضل الكرام في المدينة اعطوه اصواتهم كم نعم اخذت؟ ثلاثة لله ثلاثة نعم. اي نعم شيخ عبد الهادي كان يستاهل ولا جاملته صراحة؟ لا لا بصراحة كان يستاهل. احنا اصلا كنا في حرج من انتقاء الفائزين الحقيقة يعني بين قصتك المتميزين اللي شاركوا. صحيح صحيح نعم. شيخ عادل كنت تتوقع انه يوصل النهائي؟ والله ما شاء الله يعني اذا اخذ ثلاثة نعم اكيد كان في يعني بادر وفيرو شيء مميز. يا سلام. ولا ما اخذ ثلاثة نعم. طيب شيخ عبد الله جاوبني بصراحة. تفضل. في ملاحظة ما قلتها لصالح كان ودك انك تقولها له؟ لا الصراحة يعني اللي هو التحكيم لابد ان يكون المحكم امين. يا سلام. يطرح كل ما عنده. كل اللي موجود عنده ما يترك منه شيء. نعم واحيانا يكون مثلا الملاحظة التي يريد طرحها قالها مثلا المحكم الذي قبله. فيكتفي خلاص بهذا الأمر. لكن غالبا في ظني أنه الطلاب الذين حصلوا على ثلاثة نعم وصلوا إلى مراحل متقدمة. يا سلام. ما شاء الله عليك. طيب صالح نختم معك بآيات آية أو آيتين أو من قصار الصور. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى
ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. ما شاء الله تبارك. صالح إذا كنت الأول مين الثاني؟ سريع ما في وقت. الثاني والله كلنا فايزين. أيوه الثاني محمد بحسن. طيب وإذا ما أخذت الأول مين الأول توقع؟ عامر. عامر 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 قنا. شكرا لك يا الله يسعدك شرفتنا جزاكم الله خير الله يبارك فيك وعدني بعزيمة في المدينة أكيد أكيد شرفونكم مو عندك شيخ حاتم أحتاج أنت اللي فيك مقبول الله يحييك لكن هنا لابد خلاص الله يبارك شكرا لكم يعطيكم العافية طيب الله يحفظك ويبارك فيك.